متابعينا الكرام، انا كنت السلام عليكم بكم فيديو جديد وتجربه جديده. اخونا مروان ما يحبش يضر معي، سال شتوا في الاسانسور. يا ما تخافش، ماكش تضر، ماكش تضر، ماكش تضر في الفيديو. احنا توا متوجهين مع صديقنا صور في روحي مش صور فيك. متوجهين مع صديقنا هاني، استنى فينا في الاسفل. نواصلوا ان شاء الله كما قلت متابعينا الكرام، ماشيين صديقنا هاني ينتظر فينا في الاسفل باش نجربوا الاكلات الليبيه التقليديه في مطعم قالوا لنا متخصص في الاكلات الليبيه. اهم حاجه ان شاء الله تستمتعوا معنا بالفيديو هذا، وكذلك ارائكم وتعليقاتكم حول الفيديوهات اللي قاعدين نقوموا بها. تعليقاتكم مهمه لانه توصل الفيديوهات للمتابعين. إذن متابعينا الكرام، احنا الان موجودين في السياره مع اخونا هاني، متواجدين قال لي باش نجربوا كرواسون مستحيل كليتها في الجزائر ولا في تونس، باش نمشيو نجربوها ونعطيو راينا بطبيعه الحال. ان شاء الله تستمتعوا معنا بالرحله هذه. اخونا هاني مرحبا بك. مرحبا كابتن اخويا، نورتنا ونسنا وتشرفنا اخويا. الله يخليك. تو قلت لي ماشيين قبل ما نمشيو للمطعم نمشيو للكرواسون فتحي. الحاج فتحي. الحاج فتحي معروف، هذا مشهور مقدم واحد انه حكم في طرابلس. اي وعند بريوش حاجه صح باه يعمل الاخير الى اخر 100%. باهي تو نمشيو احنا وصلنا. باهي احنا تو نمشيو نجربوها مع بعضنا و مش حتندم. ومش حنندموا بطبيعه الحال. كملوا نمشيو. صديقنا هاني يدور على المحل. نجم يكون هذا هو المحل، مش يسأل هو المحل هذا هو ولا ليه. شكرا، ان شاء الله يكون هو المحل لانه لا يزال هنالك كثير للتصوير. هذا هو المحل، يعني هذا هو المحل اللي تحكي لي عليه. هذا هو محل في وسط العاصمة طرابلس. طريقة التحضير اللي نشوفوها كيفاش. شنو هذه؟ زبدة. هذا عسل الحرة. هذا عسل. بعد نزيد خلطة أخرى عسل. بريوش مزران. هذه يعني أقدم محل. شوفوها مختلفة، يمكن أول مرة باش نذوق، نعرف إيش. هذوما هما يعني. شنو العصير هذا هاني؟ كوكتيل. اش فيه الكوكتيل؟ كوكتيل شنو؟ كوكتيل معناها شنو؟ شنو فيه؟ فروبي كوكتيل. فراولة ومانجا. فراولة ومانجا. وهذه كانت الكرواسون باش نجربوها. بالعسل، العسل الطبيعي. معمولة بالعسل الطبيعي معناها. شوف فيها معايا من داخل كيف هي. نجربوها مع بعضنا ومن بعد نقول لكم. يا اخوان روعة. روعة. هذه من ألذ الكرواسون اللي كليتها. روعة روعة ما شاء الله. محل بريوش. بريوش مزران. بريوش مزران في شارع. شارع مزران. شارع مزران في العاصمة الليبية طرابلس. طرابلس. هذه هي ال. وعليكم السلام. والله ما شاء الله عندكم حاجة سلعة ما شاء الله، ما كنتش نتوقعها في البنة هذه. هو صاحبي كيف قال لي خونا هاني، قال لي بنين ما كليتهاش لا في تونس لا في الجزائر. قلت يمكن تكون حاجه هكا عاديه، ولكن كانت في القمه ما شاء الله. صح، حاجه روعه والله. يعطيك الصحه هاني على ال. لا 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 لا، طيبه الامور، طيبه. تمام. اوكي. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام وبركاته. عايشك. سلام. والله يا جماعه البنه روعه، البنه روعه ممتازه، حاجه من ننصحكم كي تجيوا لطرابلس
وتجيوا ليبيا في زياره مهما كانت الدوله اللي تجيوا منها، رد بالك ما تجيش البريوش مزران، راه باش تفوت على روحك تجربه مزيانه برشا. زلنا متابعينا الكرام واصلين جولتنا في العاصمه الليبيه طرابلس. هذا مطعم الكريكشيه للمأكولات الليبيه والساندويتشات. شنو رايك فيه؟ نجربوه؟ جربوا جربوا في شارع هايتي. شارع هايتي مطعم الكريكشيه. البيتزا ولا السلام عليكم. وين حوالك؟ هذه كاسه نخلصوا قبل ما ناخذوا ان شاء الله. ان شاء الله باهي. نعملوا احنا راي ونشوفوا شنو باش ناخذوا ومن بعد نوليو نشوفوا. رشدة بالكسكاس، رشدة كسكاس باللحم المبطن، بدون مكروم، بوريك، طاجين، طاجين جبن وطاجين يوناني وشربة عربية، وهذا الكل 55 ونص الليبية بالضبط. اي ري تفاجئنا كي بقينا مطعم ليبي يخدم للساعة 12 مساء راهو، لأنه المطاعم الليبية بصفة عامة تكمل الساعة 5 الساعة 6. هذا جناح العائلات، مطعم الكريشية في شارع هايتي، هذا جناح العائلات بطبيعة الحال، العائلات اللي يجيو ياكلوا منا وبالتالي خيروا يقعدوا داخل. احنا هون باش نقعدوا منا، احنا نقعدوا منا ونجربوا الاكلات نتاعنا اللي باش تجينا بعد شوي. هذا الاوردر، الاوردر نتاعنا اليوم، شوفوا كيفاش حتى الطريقه، طريقه التقديم. هذوما الاكلات التقليديه اللي باش نجربوها اليوم. هذا هو باش نجربوه اليوم. اسامي الاكلات نسيتهم ما نعرفهمش، اخونا هاني يقول لنا الاسماء شنو هي. بهذه شنو هي؟ هذه رشدة الكسكاس، هذه الشرب، وهذه سلايد، وهذه مبطن، امريكا هي شنو هي؟ ظلمه. هذه ظلمه. هذا طاجين، وهذه اللي منا طاجين يوناني. طاجين جبن وطاجين يوناني. اذا على بركه الله نجربوا. اليوم كنت نكمل الكل لانه بنينه 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 برشا. اللحم الموجود، اللحم يعني مازال جديد، اللحم علوش جديد، يعني يذوب في الفم، مو شكل قولوا احنا بالتونسي شارف، مش بتاع مش الحم كبير، مش الحم علوش كبير، لا الحم يذوب في الفم. هذه الرشدة باش نكملها ان شاء الله ولا ما شاء الله. وهذه الشاورما، هذه اول مره نشوف هكا الشاورما كيفنا، حتى في تونس ما مريتهاش بصراحه. شنو هما الانواع هذوما؟ صحن شاورما، هذا صحن شاورما. جينا الشيف، الشاورما ذي شنية؟ كانت تحكي لنا هذا طبق وجبة اسمها وجبة العرب الكراكشية. وجبة العرب الكراكشية تمام. اي في عندنا ثلاث احجام له، في الحجم الصغير اي بكفي فردين او ثلاث افراد على حسب الاكل تبعهم. اي في الحجم الوسط ممكن يكفي لخمسة او ست افراد. اي والحجم الكبير ممكن يكفي 10 افراد تقريبا، ممكن يوصل 10 افراد. طبعا كل صحن وقياسه بيجي بهذا الشكل مثل ما انت شايفه، هو عباره عن سندويشه مقطعه. طبعا سندويشه بتجي دبل خبز تاعي دبل كميه اللحمه اللي فيها تمام، بتجي مقطعه مزينه بهذا الشكل، بيجي معها المحمره، هي الدمشقيه السوريه اللي ما حدا بيعرفها ولا حدا بيشتغلها اساسا غير لحمه، بيجي معها التوابع تبعها كريم الثوم المخلل الهريسه، وبهذا الشكل هذا اللي انت شايفه. طبعا هذا شيء بنتميز فيه نحن هون بس، يعني ما بتلاقي مثله بليبيا للامانه.
بالاضافه لحتى في عندي وجبات ثانيه جديده كمان منزلينها هون في مطعم. لا هو ما شاء الله راهو شاهي شاهي تشرف فيكم عايش واعطونا رايكم. اي لا هو ظاهر ما شاء الله بنين كيف باقي الاكلات. نزلت في الرجده نزلت في الرجده بنينه مازالوا باقي الاصناف ولكن هذه هاني قارني كليت معناها ما نجمش نزيد ناكل هذوما كل باش ناكلهم وحدي برشا هذوما حاولوا نحاولوا اما الشاف يعطيه الصحه اللي حضر الاكلات هذوما بدينا بهذه الرشده معناها بدايه ايجابيه جدا. هذه الظلمه خضره من داخل خضر مجموعه من الخضر و مشكلة التصوير في الأكل راهو ديما هكا فمشكلة ما نلقاوش كيفاش نحطوا الكاميرا فوق اللوك أخي ظلمة. هذه ليبية أكلة ليبية 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 بسم الله حشوة بتاعها عرس بطاطا مفروض تشبه له العصبان التونسي العصبان بروحة أي العصبان بروحة البركة بروحة تشبه هذه تشبه للعصبان وكأني ناكل في عصبان تونسي معمول في شوية نعناع وكل شيء. شنو ملفوفة شنو هذا ورقة ورقة شنو ورقة عشان الطبيعي ملفوفة شوفوا في الداخل الحاسوب كيف العصبان حتى العصبان يتيبا كيك شوف فيها دي وكلات لذيذة ودسمة وتشبع يمكن نقطة ثلاثة ما ناكلش هذا الطاجين هذا الطاجين حاجة هذه طاجين بطاطا كي طاجين تونسي 20 على هذه 20 على 10 هذه 20 على 10 هذه هي الشوربة اللي باش نجربوها توا نذوقوها نعطيو راينا إلى حد الآن الأكل دسم ولذيذ جدا هذه الشوربة تاعنا اليوم بسم الله اخي يستعملوا في بهارات ونقولوا احنا يفوحوا في الماكلة طريقة غريبة وعجيبة ولكن بنينة برشا وباهي حتى البرد الطقس هذا فيها البهارات تحس كأنه فما حاجه تبدا عندك هكا انفلونزا ولا حاجه ينجم ياكلها حاره حاره فيها الفلفل طول الخير نجربوا الطاجين هذا البطن هذا البطن في كميه كبيره من البهارات بتعطي الأكلة هذه تعطيها طعم خاص صحيح هي بطاطا ملبسة ولكن ما فيهاش كان طعم بطاطا فيها طعم اللحم فيها طعم البطاطا وفيها كذلك طعم البهارات اللي كما قلت تعطيها طعم خاص صراحة الأكل في المطعم حاجة خيالية الأكل الليبي ممتاز أكل ليبي كيف الأكل الجزائري نعطيهم الزوز 10 على 10 الأكل التقليدي طبعاً كنا مازلنا موصلين ولكن أنهينا من مطعم الكريكشية في شارع هايتي شارع هايتي في طرابلس احنا المكان الباهي راو احنا ما نعملوش دعايات القناة ليس الهدف متاعها الدعاية وإنما نقوم بالتجارب ولكن كي يكون المكان ممتاز والأكل متاعه باهي نحاولوا حتى الخيان اللي ما يعرفوش وبش يجيوا لطرابلس يجيوا معناها نحاولوا ديما في أي مكان سواء في الجزائر في تونس في المغرب في مصر في أي مكان نحاولوا
بنعطوكم على المكان باش تمشيو مباشره ما تقعدوش تلوجوا. 55 دينار ونص ليبيه يعني شفتوا الاكله ذي الكل. قداش يجيو بالدولار؟ قداش يجيو؟ 8 دولار. 8 دولار حوالي 8 دولار فقط الاكلات هذوما. عليك ان يستحق كل شيء، بالمشروب بالاكل والى اخره. جربنا كذلك تو الاكلات التقليديه، كانت روعه، كانت صراحه حاجه ممتازه برشا. جربنا تو الاكلات الليبيه التقليديه في مطعم الكريكشيه، صراحه اكلات تستحق التجربه. خذيته معايا نشوف الشاورما، ما نجمش كملها، ما نجمش كمل اطباق اخرى لانه الاكلات لذيذه وما عملش حساب باش تكون نشبع فيسع. دونك مازلنا موصلين الرحله وموصلين التجربه ذي، باش نعطيها للاصدقاء معايا في الغرفه يجربوها. نحاول خونا هاني ينجم شي ياخوهاش، قال لي لا، نحاولوا اللي ما لا اذا كان ما خذهاش يوليوا الاولاد اللي معايا يجربوها ويعطيونا رايهم بطبيعه الحال في الاكلات التقليديه اللي بي. هذه الشاورما، هذه الشاورما لفيناها باش نخوضها خونا هاني روح بيها للدار. شو غادي نعمل بيها؟ هذه وي الغالي يعطيكم الصحة، والله حاجة روعة، حاجة في القمة، والله عايشك الله يخليك. كان من المبرمج انه باش يجيب طبق الشاورما اللي خذيته باش يجربوه الأصدقاء معايا في الغرفة ويعطيوني رايهم ونجربوا، ولكن للأسف بما أنه بعد ما خرجنا من المطعم توجهت معايا صديقي هاني إلى مول تاج مول لتصوير فيديو. كانت الأجواء صعبة في تصوير تاج مول، إن شاء الله باش تكتشفوها معانا، كانت من أصعب الأماكن اللي نجم نصور فيها. نسيت الأكل، ولكن الأكل الليبي اللي جربته بصراحة ممتاز، كذلك الكرواسون اللي جربته كان ممتاز جدا ورائع. وبربي كي باش تمشيو كي تجيو لطرابلس شارع هايتي تلقاو فيه زوز محلات اللي زرناهم، اكلات طيبه، اكلات لذيذه، واكلات تستحق التجربه. اهم حاجه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وكذلك ارائكم واقتراحاتكم حول الفيديوهات اللي قاعدين نقوموا بها. تصبحوا على خير ونتقابلوا في تجربه جديده.